صباح خير. ده هو الديكور ديال بحيرة بيرينغو. الرويدة نزلات ما حيدتش السكان، نسيت ما حيد السكان، لأنه غادي يخرج على البنوات تقل كينزل كي نقاد في الفطور. دابا ندير اتاي تنقاويز الشاي، هاد اتاي بال اتاي بالزنجبيل بسكينجبير. كاين الناس عايشين تحت، واللي عندهم هاد الدار هادو عايشين تحت بعيد حدا الوادو حدا البحيرة. حتى فهاد الجهة كاينين الناس تحت، حتى شي بلاصة نصبن فيها حوايجي هنا بعيد لباش تنزل الما، مكانش تخلي حوايجك هنا وتمشي. تنزل القدام ونشوف لك شي بومبا ولا شي حاجة ونوصل فيها حوايج. الخبز عيان هذا الصراحة، ماشي ديال تغماس في زيت لوز. زعسنا الحليب هذا يلا سير طلع. راسو قاز هذا مقصح راسو هذا تزير صاحب رقع عموزين ورك اسحبني كلاب ماذا يا باش كاسبو دورك دورك امو امو قلا البقر بحال هذا رخيص عندهم هنايا، الهولندي اللي غالي بحال دابا هذوك بحال هذوك الصغار شريهم 800 درهم ولا 1000 درهم. كنقاد في هاد البياسة هادي راه عايش هاد الطراب فين كيفار الطراب فين تحتاج لا ما لا والو، تقدر كاع هاي هاي غدا تمتش ياتي بس صغيرة ورا
كبيره شويه، قدر كاع الا ما كانش الماء كتبقى دوزها على ودنك بحال هكا حتى كتسمع فين كاينه، وكتقلب مزيان واش كاينه شي واحده اخرى ولا لا. قلبت البنو ما فيش شي شوكه ولا شي حاجه. قعدت هذيك البياسه راهي فين درت البيكانو، خلوها تما نيت نفختها ونجربوها نيت. عرفتي الطبيعه زوينه هنايا، كرهت نزيد شي نهير هنا ولا جوج، وانما ما كاينش الماء، الماء بعيد باش تنزل ليه. تقدرش تخلي حوايجك هنا يعني. الطريق هنا غير هنا، تخلي حوايجك ترجع تصدق، واخا تمشي تقول ما يقرب لها تواز الطريق كتبقى مبرزط، راه خصك واحد الساعة باش تمشي وتجيب الماء وتجي، راه بعيد. دابا جا وقف واحد البوليسي بالطونوبيلة ظريف والله عمرها دارت صراحة، منين تعطاني دبرت من عنده على شوية ديال الماء، لأنه الماء هنا ما كاينش، المعيان هذا ما كنشربوش، انه البارح كنت عمرت المقبل، كان بقى عندي، وبالليل واحد السيد بالموتور جاب لي حتى هو الماء، صيفطو جاب لي الماء، ولكن جاب لي هذا الماء هذا، يعني هذا طيب بيه وتغسل بيه، انا ممكن تدبر في الماء هنا. ولكن الا حصل لي شي بلاصه ما فيهاش الماء راه تشرب هذا، يعني راه ما عندك ما دير، تقدر تصفي شويه ولا شي حاجه وتشرب، ولا طيبو تبخرو شويه. شحال مره كنشربو الصراحه، لان بعض المرات ما كتلقاش الماء، وما يمكنش انك واخا تكون زعما كتشري الماء، يعني نقولو كتشري دوك القرعه ديال الماء معدني، ولكن راه ماشي ديما كتلقاه منين تشري، يعني خاص ضروري انك تولف تشرب الماء ديال البومباج وداك الشيء، خاصك تولفو. الا ما ولفتيش غتجي واحد مره في السيمانه ما غتلقاش فين تشري الماء، غتشرب داك الماء غادي يضرك، فهمتي؟ يعني خاصك تولف من البدايه انك كتشرب الماء، يعني اي ماء تقدر تشربو الذات ديالك كتولف. راه الناس هنا كيشربوا هذا الماء هذا، هذه المنطقه كامله كيشربوا بحال هذا الماء هذا، راه خضر هذا راه بحال الغيس، جايبينو من الغيس نيت. هذا كاينين بومبات كيطلعو الماء بحال هذا، كنت شفت وحده البارح كيطلع لك الماء مغيس بحال هكا. غنتغدى دابا، ناخذ خديت اتاي والكليب والشاباتي كما العادة، والبيضات هي كتخلي فيهم كاع التومبي. ما عندهم لا لحم لا والو، عندهم الحوت، ولكن الحوت ولكن مازال يلاه كيطيب. هو هذا مالكم وقفتوا هايد من الطريق سكتي ديال الاخر شوف هذا البول هايد دخلوها بوحده
الحرارة في هذه المنطقة هذه عرفتش كيفاش تقادي. واخا كاين الجبال صراحة ولكن الطبيعة بدات كتغير هنايا ولا هاد الشجر يعني ديال بحال بديت كندخل واحد المنطقة شبه صحراوية يعني خرجت من هذوك الجبال من ريفت فالي خرجت منها. دابا انا غادي طالع لواحد المنطقة ربما غتكون صحراوية ولا شبه صحراوية يعني ما عنديش شي معلومات عليها وكنظن غتكون فيها الحرارة بزاف. هنا كاينين البوكوت في هاد المنطقة هادي كاينين البوكوت وخا هاد المنطقة ماشي ديالهم وانما بحال توسع يعني جاو هنايا ان المنطقة ديالهم هي وسط بوكوت. هنا هاديك البلاصة اللي تغديت فيها ديال بوكوت هادوك الطريق هنا مزيانة بعض المرات تيكون فيها حجر بزاف. يا خاوية فيش بنادم حديد قليل اللي كيدوز منها أخص مع اليوم الحد كيمشيو للكنيسة يعني أغلبية كيكون في الكنيسة دابا. تمبو أباري واحد البوكوت وصلت واحد الفيلاج دابا سميتو بومبو بومبو سميتو وهذا وقفت شربت واحد المناضة في هاد الحانوت وغادي نتحرك. دابا الساعة تقريبا شي 6 نخرج منه شوية وغادي نقلب على شي بلاصة فين غادي الناس لان راه كلشي سكران اليوم الحد بالي كلشي سكران وقيلا غير مع اليوم الحد كلشي تيشرب يمكن كنظن غير الحد مع اليوم الحد انا ما كيشربوش كل نهار لان هاد الناس جايين من مناطق مختلفين من نواحي ديال هنا. اليوم الحد كيجيو كينشطو كيبدلو الجو على حسب المعتقد ديالو بالطاق شو دابا راه كلشي سكران وما كاينش صداع يعني الناس مسالمين. كنتخيل كون كان في المغرب شي فيلاج بحال هكا كي غتلقى هنايا ما تقدرش توقف اصلا غتلقى مرونه ولكن هنا الناس مسالمين خاينه مجباد في الارض كاو اوكي شكا حمسيني سكري سكري دابا غادي نكمل الطريق نمشي في هاد الجهة هادي كاين واحد فيلاج اخر بعيد بشي 4 كيلومتر نقدر نوصل ليه ونخرج منه. الله بدا كيبرد الجو دابا شي راه الجو كان سخون اليوم عرفتي سخون بزاف وكانوا طلاعي ماشي شي طلاعي كبار وانما طلاعي شويه راه جيت انا اليوم من ورا هذاك الجبل راه هو في كيبان كبير عرفتي من هذيك المدينه ايتان عرفتي شحال من جبل طلع عليه كيكون كيبان لك راه هو كبير تمشي كطلع فوقو كتكمل عاوتاني الجال اخر كتلقى جبال اخرين هنا ولكن هنا دابا كما كتشوف راه الطبيعه تختلفات ما بقاش من الغابه وداك الشيء بحال الجهه الاخرى هنا ولا الجو شبه صحراوي داك الشيء علاش كاين الحراره بزاف وغادي نبداو نولف عليها عاوتاني بحال في التركانه. البوكوت هنايا مختلفين على البوكوت اللي كنت عندهم شحال هادي في المنطقه فين مرتب الملاريا تما راه البوكوت ودوزت معاهم مدار دوزت غير في البوكوت راه دوزت شي 13 يوم ولا شي حاجه هكاك ولا 15 شي 15 يوم ما
15 يوم واحد هو اللي شفته سكران، واحد باقي عاقل عليه. فهاديك الجهه ما كيشربوش بوكوت، هادوم مع الشراب. هنايا مختلفه القضيه، هنا الناس كيشربوا. يعني كنظن هادوك البوكوت اللي كنت عندهم في الاول هادوك دوريجي، فهمت؟ هادو يمكن مخالطين، يعني مخالطين بحال كانوا تما وبقاو تنقلوا جاوا هنا. يعني العدد ديالهم تغيروا، مابقاوش يعني بحال البوكوت الاصليين. كاميرا خافوا، كاميرا كاميرا عباري ها سانتي بان. تبارك الله. مام يا واش ميدلي في عنقو مام شو الاخر هرب ترجع صاحبي را تخاف من والو هذا لا يتبعني هذا كيو شمو ليهم كيو شمو ليهم في عنقهم الجمل كياكل اي حاجه الشوك سياكلو داك الشيء علاش في المغرب الصحراء كتلقى كيحطو كيحط الجمل في الصحراء كي سيمانه ولا 10 ايام عاد كيجي ليه كيجي لهم كيعطيهم الماء كيعاود يغبر عليهم حقاش هما كياكلوا اي حاجه يعني كيصبر الماء ما ممكن ما يشربش مده طويله. صرت واحد القهوة، صرت واحد الفيلاج. What is the name of this village? What is the name of this village? Village name. Eh, apa apa. What's that? What is the name of this village? Of the Changul Bay. Changul Bay. Yeah. Village سميتو Changul Bay. كتشرب القهوة هذي. غادي ناكل فيها شي حاجة. تعشى قرد الظلمة دابا طاحت. وصلت في القرمة نتعشى وندبر في الناس ان شاء الله حتى الصباح. غادي ناكل لحم هنا. شحال ما كليت لحم شي سيمانه هكاك لا لا شي اكثر لا لا اكثر من سيمانه هكاك. انا معك تبيداري وداك الشيء ضروري تاكل شي حاجه فيها البروتين، يعني ضروري تاكل لحم مره بقينا بدل ليه المسطيات. قال لي واش عندك شاف مسطيات عندك لي واش عندك شي مسطيات يلا ما واحد المسطيه وابي نا بيضا هنينا الروسيه هادو جايين معايا من المغرب كنت بدلتهم وخليتهم حتى الا لقيت شي واحد يحتاجهم. هو جاب الله هذا الولد هذا كان هو سولني قال لي راه عندي بيكالا واش عندك شي وحدين سيستم ديال صوت Ya, nah, ya, rakyat. 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 Ya,
حتى الفيلاج كلشي سكران فيه كلشي سكران لا غيرت ما غيرت لا غيرت انا غيرت اوسو جون Thank you. Welcome. Thank you. Welcome, Rafiki. Welcome. Thank you. 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 Thank